ايه اكثر فرص عمل موجوده في قطاع بالنسبه للمهندس ميكانيكا؟ كل حاجه موجوده تمام، والشركات هنا مغرقه البلد، وكل المشاريع كتيره جدا وكل حاجه، وعشان ممكن تديك دفع عشان المشغلين يقبلوك. سؤال حلو جدا. بالنسبه للمجال الانشاءات والمولات والحاجات ديت، في حاجات كتير هم بيهتموا بيها تمام، ممكن ما تشغلهاش خالص، بس هي الشركات بيقعد معاك في المقابله تمام، ممكن حاجاتها مفصله بعدين، بس هو بيقعد معاك في المقابله، او لما يبص في السي في بيهتم ببعض النقط تمام، وممكن لما تشتغل تفاجئ ان الشركه ما بتعملش الموضوع دوت، زي مثلا يهتم بان انت تكون فاهم بيم او معاك ريفيت، وممكن تروح تقعد فتره طويله وما فيش شغل ملوش علاقه بالموضوع دوت، مهتم بان انت يكون معاك شهاده الليد تمام، وممكن في الانترفيو يقعد معاك ساعتين ثلاثه يركز على موضوع الليد، ولما تشتغل تفاجئ ان الشغل ملوش دعوه بالليد. بس هي الفكره كلها ان صعب يقدم مناقصات، ويبقى مطلوب منه عدد معين يكونوا فاهمين بيم، وعدد معين يكون فاهمين ليد، وعدد معين يكونوا واخدين شهاده البي ام بي، حتى لو انت ما اشتغلتش بالبي ام بي خالص تمام. الكلام ده في الخليج عموما، يعني في الخليج الموضوع الشهادات دي مهمه. في شهادات رخيصه تقدر تاخدها، وفي شهادات غاليه جدا. الشهادات الغاليه جدا حاول تذاكرها، يعني مثلا الليد رخيصه، البي ام بي رخيصه، شهادات البي ام غاليه جدا تمام. فلو في شهاده رخيصه خدها يا ريت، لو في شهاده غاليه، يعني في شهادات مثلا بتوصل لربع مليون ونص مليون مصري، فانت انا عندك امكانيه خد، انا ما عنديش امكانيه، فبذاكرها كده مع نفسي، واللي بلاقي رخيص هاخده. الانجليزي مهم جدا، لازم تكون قوي في الانجليزي تمام. لو بيعمل لك ساعات مقابله في السكايب على اساس يشوف في الانجليزي هتعمل ازاي، خلي بالك من ضمن الاولويات ان انت تكون شغال في الخليج. يعني لو انت مثلا رحت مثلا السعوديه سنتين، هتبقى فرصتك افضل من لو انت خارج من مصر. يعني بقول لك تكون متعود على مناخ العمل، ومتعود على الطبيعه والحاجات دي كلها، وكان مش فارق كتير، بس هو كان كده كده في السي في خبره قد ايه طول حياته، كم منهم في الخليج خبره مثلا 10 سنين وفي الخليج سنتين. اخبار كتر بعد الحصار زي ما هي، وما فيش اي اختلاف خالص، يعني ما مش حاسين بحاجه خالص، والحمد لله الامور زي الفل. يعني المنتجات نقصت شويه، وتاني يوم راح جاي على طول من تركيا ومن كام دوله، وبدانا نشوف بقى المنتجات اللي يعني امريكا بعتت، والنرويج بعتت، وكندا بعتت، كل دول العالم بقت تجيب، فزي الفل. يعني جربنا اطعمه واكل كتير، والحمد لله الامور كويس، وبدات يظبطوا المينا بحيث تستقبل بضائع افضل. اكبر مينا دلوقتي ليه تمام. هل ما زال سوق العمل مفتوح في قطر ويستطيع استيعاب العماله القادمه من السعوديه؟ خلينا نتكلم بقى. احنا قلنا التاريخ النهارده 11 سبتمبر 2017 تمام. سوق العمل مفتوح في قطر. في الفتره دي، في اليوم ده، في الفتره، يعني في الفتره دي الفيز والتاشيرات قليله تمام. صعب جدا تاخدها سواء في قطر او في السعوديه او في الامارات للمصريين او في الكويت. يعني في الفتره دي، في الايام دي، وان شاء الله بكره او انت بتسمع الفيديو يكون اتحلت، بس هي في الفتره الحاليه في دول الخليج في تضييق شويه على الفيز المصريه بسبب المشاكل السياسيه اللي بتحصل. فحتى لو سافرت الامارات الفيز قليله، مع احترام كل الدول، مش بيقول في دوله غلطانه، بالعكس هي عملت دراسه وشافت ان الموضوع في الفتره دي المفروض يتقفل شويه. وانا مقتنع بالاسباب، يعني لو انت جيت تفكر منطقيا، ان في اعلام بيوجه، يعني زي مثلا بدون ذكر اسامي، مثلا احمد موسى بيقول لك المصريين يتجمعوا يعملوا مشاكل مثلا في دوله كذا في دوله كذا، طبيعي ان الدوله دي تحاول يعني ما تزودش العدد بتوع الدوله الثانيه عشان ما تحصلش مشاكل، وكويس انها ما طردتهمش ولا عملت اي اجراء تعسفي. ده يعني من غير ما ندخل نتكلم في السياسه، بس هي الفيز قليله. يستوعب العماله القادمه من السعوديه؟ مستحيل. عدد العماله الموجوده في السعوديه اكتر بكتير من امكانيه اي دوله ثانيه، اكبر من امكانيه قطر او الامارات او البحرين او عمان. يعني العماله رهيبه جدا تمام، فصعب انها تتنقل.
انا مهندس معماري وليا خبره في دول الخليج، ده بيديك اولويه ان انت تشتغل في اي دوله خليجيه تانية. تمام، وعايز تشتغل في قطر، تنورنا. هل في فرص؟ اكيد، بس اليومين دول الفيس قليله. اتمنى 12 سبتمبر 2017 تكون المشكله اتحلت وتكون الفيس فتحت وتشرفونا. يعني مجال الطرق مفتوح ولا ايه نظام؟ لا مفتوح طبعا، يعني ده طرق، يعني السوق زي ما انت عايز 20 كيلو مفتوح، وفي طرق كتير بتتعمل واماكن كتير بتتعمل، يعني في مدن كتير بتتعمل، فبتتعمل طرق والمترو ورصف وحاجات كتير كلها. عايز اعرف اسماء شركات متخصصه في مجال الستيل، خش على الجوجل واساله، جوجل حافظهم اكتر مني بكتير، وشوف المشاريع الكبيره اللي خاصه بالستيل وشوف ايه الشركات اللي شغاله. ايه ظروف شغل الهندسه في صناعه عمان؟ كويسه جدا، واهل عمان من افضل الناس يعني، ومن افضل الاماكن اللي الواحد ممكن يشتغل فيها، والناس محترمه جدا، وظروف المعيشه كويسه جدا، ومرتب كم يقبل بيه مهندس حديث التخرج هناك. انا ما اعرفش العمله بتاعتهم ايه اصلا، يعني مش هفتي، بس هو الفكره كلها حديث التخرج. حاول تسال عن المرتبات اللي موجوده هناك، يعني الفكره كلها ان انت لازم تخرج من البلد على اساس تاخد خبره وتشتغل وتجيلك فرصه افضل وتجيلك وتسافر، ولما تجيلك فرصه اكبر في دول فيها موضوع الكفاله، فصعب ان انت تنقل من شركه لشركه. تمام، يعني انا لما خرجت من مصر لقطر كنت جاي على مرتب قليل، اول ما سافرت جالي ضعف المرتب في شركه ثانيه، بس صعب تنقل عشان موضوع الكفاله، فما اتكلمتش اصلا مع المدير، يعني هدخل احط رجلي على رجلي ويقول لا، لحد ما جات لي فرصه في شركه في دوله تانية، فساعتها خدت العرضين وقلت له بص انا العرض كذا كذا، فانا محتاج تظبيط للمرتب. تمام، ف الحديث التخرج يعني انت عارف ان لازم تاخد خبره، والخبره صعبه في بلادنا، فحاول تسافر، بس تسافر على مبلغ تقدر بعد ما تخصم المصاريف تحوش منه. عايز اعرف كيفيه الحصول على فيزا العمل، ان انت تتواصل مع الشركات. انا خدت الفيزا ازاي او سافرت ازاي؟ انا الاول ما كانش في دماغي موضوع السفر دوت خالص، يعني لظروف والدتي رافضه ان انا اسافر، فخلاص الموضوع محسوم من الرفض، بس كنت ببعت السي في يعني بحيث ان انا اشوف هل فعلا ممكن اسافر، هل في فرصه، هل ايه اللي مطلوب، ممكن حد يعمل معايا انترفيو، فاعرف هم مركزين على ايه، بحيث ان انا اطور نفسي، اعرف الخطوه الجايه اللي المفروض اشتغل فيها ايه. تمام، فلحد ما ربنا شرح صدر امي قالت لي سافر، بسبب كان عدم الاستقرار والظروف بدات تبقى سيئه والشغل والحاجات ديت، أو قلت خلاص اول مكالمه هتجي لي هسافر. فجالي مكالمه كده من شركه اليو سي سي، مع خدوا السي في عرفوا ازاي، اعتقد عن طريق اللينكد ان، او الطريق ممكن يكون بعت لهم سي في بالخطا. كنت انا بدخل بشوف ايه اكبر شركات اللي موجوده في قطر وفي الامارات، في قوائم كده بتطلع كل سنه اكبر شركات مقاولات، اكبر شركات استشارات، فكنت بتواصل ابعت سي في واشوف. بس ما تحاولش تشتري اللي هي الفيز الحره، فيز السياحه، وتيجي وتدور في الفتره الحاليه صعب. ليه؟ الاول كان ممكن، الاول كنت بقول لاخوانا للناس دي مخاطره وده ريسك بتاخده، وتبقى عارف ان انت ممكن تشتغل وممكن ما تشتغلش، وجيت او وفقت او ما وفقتش، دي اقدر ربنا تعمل عليك. بتيجي تعمل حسابك ان انت مثلا شهرين ثلاثه دول مش هتنام، وهتقعد كل يوم تعمل كذا انترفيو طول النهار، وبالليل تقعد تعمل سيرش على شركات من خلال الشبكات الاجتماعيه وتبدا تبعت له. بس هو حاليا انت ممكن فعلا تروح وتقعد في شركه وتعمل معاهم مقابله ويقول لك تعالى اتفضل، بس احنا ما عندناش فيز. تمام، فهتقعد في الدوله ازاي من غير فيز؟ يعني هو يقول لك هات لي فيزا مصريه وتعالى، وانت مش عارف، فهتبقى الموضوع صعب. اللي هو النهارده 11 سبتمبر. تمام، فهي الفكرة كلها في كده، ان انت لازم في الفترة دي مشكلة، في نقطة مشكلة كده اتمنى تحل بكرة، اللي هو موضوع الفيز. ممكن تيجي وعلى فيزا حرة وتعمل مقابلات والناس تقول لك كويس انت تعالى، بس فيزا غلط، فتلاقي نفسك سافرت وصرفت لان السكن غالي والمعاش غالية شوية، فهتلاقي دي مشكلة.